السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جمعة مباركة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هذا الفيديو هذا ديال هذا الريحان. هذا الريحان كيفاش كينمو وكيفاش كيصدق وكيفاش تيبقى حتى لهذا الوقت. هو تقريبا تيبدا من شهر أربعة أو آخر شهر أربعة إلى شهر عشرة أو 11. هاد أنا عندي هاد الحبق هذا ديجا ما تيبش حيت هذا بلدي ماشي رومي. هذا جبتو كنت جابو لي واحد السيد من مكة. هو ديال الطياب هذا تيبقى على طول العام. وهذا عنده واحد الوقيته تا هو تقريبا من هنا تا لشهر 12 تيبس. دابا راه بدا كيزرع. مي تيدير الزريعة تيبس. هو راه زوين وفيه واحد الريحة طيبة ومزيان للناموس. وكيفاش الطريقة ان شاء الله باش يبس وتعاود تزرعو وكيفاش غيولي ان شاء الله من بعد ما غتحيدو يغيبس. انا نوريكم كيفاش غيولي. راه عندي بعد الحبق او الريحان موجودين عندي في عدة انواع. كاين هذا النوع هذا تا هو هذا ما تيديرش الزريعه نهائيا تيبقى على طول العام. هذاك اللي شفنا في السابق قبل من هذا الريحان هذا كيدير هذاك هو اللي الحبق اللي كيبس. انا غنوريكم واحد الحبق كنت ديجا زرعته في شهر ثلاثة في الاواخر ديال شهر ثلاثة ودابا راه يبس بدا كيبس. زرعته في الارض وكيعطي واحد الريحه طيبه وتيبعد عليك الناموس والحشرات. اي حشره ما تيبغيش داك الريحه ديال الحبق حيت الريحه ديالو مجهده وطيبه جدا. هذا هو الحبق الطبيعي اللي تيدير الزريعه. تناخذوا منه الزريعه. دابا هاد الزريعه ان شاء الله غنحيدها كامله غنديرها في واحد الميكا او في بلاستيكا ونخليها ان شاء الله حتى الاواخر ديال الشهر. الطريقه ديالو راه سهله في الزراعه. كنحطوه بحال هكا في الارض او في محبق ديالنا. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد والزراعه. تهلاو ليا فراسكم وتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. مع السلامه. اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.